بالله عليكم، نحن اليوم في أكبر فضيحة تاريخية في وزارة العدل، وأنا أتحدى أي شخص من الحضور الكريم يقول لي كانت شي فضيحة في وزارة العدل كانت أكبر من الفضيحة. أكبر فضيحة واضحة بجلاء، ومع ذلك الخطير في الأمر ماشي هو الفضيحة، الخطير في الأمر أن وقوع الفساد مسألة عادية في أي مجتمع كان، لكن الخطير في الأمر هو كيفية تعاطي الدولة مع هذا الفساد. هذا هو الخطير في الأمر. عادي الجسد يمرض، ولكن الخطير في الأمر هو كيفية التعامل مع هذا المرض. كيفية التعامل مع هذا المرض هذا هو الخطير في الأمر. علاش الإخوان؟ لأن كانوا لوائح العار ولوائح الدل نهار 30 دجنبير 2022، قام المغرب برمته بجميع مؤسسات بجميع يعني أطياف الشعب، أساتذة جامعيين محامون أيضا طلبة، قالوا بأن وكوك عباد الله الانتحار في فضائح، وبالدليل البرهان مش غير مجرد هدرة، واللي ساعدنا فيهم السذاجة والغباء ديال وزير العدل، عدم تكوينه السياسي وعدم تكوينه القانوني وعدم يعني نضجه الأخلاقي في التعامل معنا. هاد تعاطي مع هاد الملف خطير في الأمر. علاش؟ قدمنا شكاية، النيابة العامة، ضمير المجتمع، الخصم الشريف، النيابة العامة، هي النيابة العامة لمستقلة، والقانون 33-17 والدستور والفصل 1 والفصل 107 إلى غاية يومنا هذا. قيد الدراسة، قربنا نكملوا شهرين عباد الله، وشهرين عباد الله، شهرين دون أن تحرك النيابة العامة ولو أن تقدم على أي خطوة، أولا غير تفتح تباشر الدعوة العمومية وتم الحفظ ديالها، نقولوا كما كان راه دارت واحد الخطوة، ولا شيء، ولا شيء. ماشي مشكل، مشينا للهيئات الدستورية كلها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمحاربة ديالها، أحزاب سياسية، النواب البرلمانيين، النواب الأمة، ما مشيناش معاهم صفاتهم الحزبية فقط، لا، احنا ما كندورش عمل حزبي هنا، أن نتحالف مع حزب ضد حزب آخر، لا، مشينا عندهم بصفتهم البرلمانية، وانطلاقا من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بصفتهم نواب للأمة، وكان الغرض من مراسلتهم مسألة واضحة، تشكيل واحد الدفع تشكيل لجنة ديال تقصي الحقائق. مشينا للديوان الملكي، الديوان الملكي جلالة الملك صيفطنا ليه، علاش؟ ماشي من باب، وكانت آخر خطوة، من بعد ما مشينا في دعوة الإلغاء غرفة الإدارية في محكمتنا، لكن أقدمنا على تنظيم خطوات ميدانية في الشارع، 6 وقفات والمارس قيناش كنحسبوا كاع قدام وزارة العدل قدام البرلمان، دوينا في الإعلام وبالحجة والدليل، والحجة والدليل راه الخطير في الأمر. أنا كون كنا غير كن راه صراحة خصنا نتساءل واش بالفعل حنا دولة تحقق قانون. هذا مؤشر خطير. كنقول أدنا القرار البرلمان الأوروبي ياك، وكنا قلنا لا للتدخل في قضائنا وكذا وكذا، وإنما هو، لكن اليوم نسائل واش بالفعل عندك يكون الهضرة ديال البرلمان الأوروبي صحيح، لأن لي كيبرر هاد السكوت والتعاطي البطيء ديال المنطق التجاهل وإطالة المدة تيدوز الشفاوي عنده تفسير واضح، هو أن هذه المؤسسات ليست في خدمة الوطن، في خدمة المواطن، بالتالي خانت الشعار الذي وضعه وأسس له صاحب الجلالة في خطاب العرش، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2010، وجعل القضاء في خدمة المواطن. لذلك ما نسألوا واحد السؤال، واش هاد المؤسسات ما واعياش بالخطورة ديال التبعات السياسية لتجاهلها؟ لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ،
الطبيعة لا تقبل الفراغ. فلسفة الدولة وجود واحد المؤسسات لتصريف أعمال ديال المواطنين عن طريق خدمات مرفقية. مني هاد المؤسسات ما كديرش الخطوات ديالها، ما كديرش الأدوار ديالها، فتصبحوا في مناص العدم. يعني هاد المؤسسات مني كيمشي عند المواطن وما كديرش الخدمات ديالها، شغي يمشي يدير المواطن يموت، راهي اللي غمشي نديرو دابا. لذلك نقول أننا لا ولن ولم ولن نترك أحدا يتزايد على وطنيته. مؤمنون بتوابت البلد ومستعدون للموت في سبيل توابت البلد، ماشي لدواء الحق ورا ولا ضد توابت، لا، محاربة الفساد والإشارة إلى مكمن الداء خطوة من أجل خطوات الشفاء. هذه المؤسسات فلتتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا الشعب، لأن ما معنى أن نتقدم يوم 26 يناير 2023 بمقال يرمي إلى الطعن بالإلغاء في نتائج امتحان، وعين لذلك مستشار مقرر، وقمنا سهرنا على عملية تبليغ، ولا زالت لازلنا إلى يومنا هذا في طور الإجراءات. أنا دابا ناس سود، وحنا كنعرفوا بأن الفصل 120 جاء بمبدأ أساسي هو الأجل ديال التقاضي، أجل معقولة ديال التقاضي الدستور. كيفاش يعقل أننا مشينا للقضاء الاستعجالي؟ لأن محكمة النقد نتعامل معها في هذا المناص لا كمحكمة قانون باش يقولوا لنا ما فيهاش الاستعجالي. لا سيدي، راه كنتعاملوا معها كمحكمة موضوع المادة 90 من قانون 41-90، كمحكمة موضوع أولى درجة، ونحن في حالة يكون فيها الاستعجال، ومن باب الإنصاف والعدالة أن يتم البت فيه بشكل مستعجل. لأن الفصل 110 من الدستور قال ما يلي: أن القاضي يلقى على عاتقه التطبيق العادل للقانون. شو المشرع قال لك؟ التطبيق العادل للقانون، ما قالش لك تطبيق القانون. وشتان بين التطبيق العادل للقانون وتطبيق القانون. يعني احترموا قليلا من الذكاء. من يريد إطالة المدة حتى يدوز الشفاوي ونكبوا الماء على كرشنا، نقول له هيهات هيهات. في كلتا الحالات ستحكمون علينا بالإعدام. لذلك إن كان لابد من الموت سنموت بشرف. وأنه إذا كنا في بادئ الأمر نناضل فقط من أجل إلغاء هذه المهزلة ومحاسبة المتورطين، فخصكم تعرفوها الناس، راه الخطوة ديال إضراب الطعام راه ردا على جوج الحوايج: على الفساد اللي كاين في امتحان ديال المحاماة، وعلى الصمت ديال هاد المؤسسات. وصافي رب العربية، من ما جاوبنا حتى واحد غنمشيو نموتو. من يعتقد بأنه محض الشعار؟ التاريخ بيننا يبقى يحسب معنا في الأيام. صافي، اللي كيعتقد بأننا غير كنكتبو وكنتزايدو يبقى يحسب معنا في الأيام. ونحمل المسؤولية لكل المؤسسات.